أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة قضية اعتداء الميليشيا على أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء. أقدمت عناصر تابعة لميليشيا الحوثي على الاعتداء على رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة التدريس بجامعة صنعاء. وقال شهود عيان إن الحوثيين قاموا بالاعتداء على رئيس الهيئة الإدارية محمد الظاهري وعدد من الأكاديميين أثناء اللقاء التشاوري الذي عقدته النقابة في كلية الآداب للمطالبة بصرف الرواتب. أضاف الشهود أن أحد عناصر الحوثيين أشهر السلاح الأبيض في وجه الظاهري، فيما أقدم أكاديمي موال للميليشيا بالاعتداء المباشر على الدكتورة فاتن عبده عضو هيئة التدريس بكلية الآداب، وهو ما يعد تطور خطير وينم عن أخلاق الجماعة الميليشاوية التي لم تراعي حرمة ولا قدسية للحرم الجامعي. نتوقف عند هذا التصعيد الخطير لنناقشه في محورين: آثار هذا الاعتداء على سير العملية التعليمية في جامعة صنعاء، وإمكانية التصعيد من قبل نقابة هيئة التدريس في ظل حملة القمع التي تشنها الميليشيا. قبل البدء في مناقشة هذا الموضوع نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هكذا بدا الحال داخل حرم جامعة صنعاء، وهكذا تتعامل الميليشيا مع أساتذة وأكاديمي أكبر الجامعات اليمنية. كان هذا المشهد في كلية الآداب أثناء عقد نقابة هيئة التدريس لقاء تشاوريا لبحث تصعيد الاحتياجات المطالبة بصرف الرواتب. يوم ساخن تجلت فيه مقاومة وحشية السلطة الحوثية التي حولت الجامعة إلى معتقل كبير ورهنتها لعقول لا تريد لها أن تكون فضاء للعلم والحياة والحرية للعقل والبحث. بالمقابل تجلت وحشية الميليشيا في مواجهة حركة الاحتجاجات، وهو مزيج من تدابير نظام الرئيس المخلوع في استخدام العصابات المسلحة لقمع بداية ثورة فبراير وإنزال الرعب بكل من تشك في معارضته للانقلاب. يريد الحوثيون بوحشيتهم هذه إخماد أي حركة احتجاجات ضد سلطتهم باستئصال أي نواة لها، لذلك يفرطون في قمعها لأنهم يرون فيها كما نرى نواة الانتفاضة المقبلة، لكنهم يرونها مستحيلة ونراها ممكنة مهما تعسر مخاضها. تأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من الدرس القاسي الذي وجهته إحدى عضوات هيئة التدريس الدكتورة فاتن عبده لرئيس الجامعة المعين من الحوثيين. درس تصدر الأحداث الأخيرة ليبرهن أن هناك من يقاومون بوسائلهم الخاصة ويجتهدون في فتح نافذة إلى النور. لاحقا طالت أيادي الميليشيا الدكتورة فاتن وكذا رئيس نقابة هيئة التدريس الدكتور محمد الظاهري في انتهاك صارخ لشخصية الأكاديمي وقدسية الجامعة، وهي أساليب تكررت كثيرا منذ الانقلاب على الدولة واجتياح العاصمة صنعاء. تتطور الأحداث وتتصاعد إذن، ومعها تتكرر مشاهد الاعتداء في استراتيجية ممنهجة تتجسد بوضع الجامعة تحت أسر الميليشيا لتضمن السيطرة على المجتمع من المنبع. نبدأ بمناقشة هذا الموضوع من صنعاء مع الدكتور هشام ناجي المسؤول الثقافي في جامعة صنعاء. أهلا بك دكتور هشام. أهلا وسهلا بكم، أرحب بقناة بلقيس على تفاعلها الدائم مع شؤون جامعة صنعاء في إطار شؤون الوطن بشأن أو بشكل عام، وأشكر جميع المشاهدين الذين يتابعون هذه القناة. لا شكر على وجب دكتور هشام، بالقس تهتم بكل اليمنيين وبكل قضايا الوطن. دكتور هشام، نبدأ من واقعة الاعتداء على اللقاء التشاوري الأخير لنقابة أو على نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، لو تضعنا في تفاصيل ما حدث اليوم بالضبط. في البداية طبعا الدعوة كانت من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء التدريس ومساعديهم، الدعوة كانت نقابية مطلبية صرفة ليس لها أي علاقة بالسياسة، وكانت جميع النقابة بيانتها أصعد ذلك بكل وضوح. طبعا لدينا كما تعلمون كما هو في الشأن العام كما هو حال جميع موظفي الدولة، لدينا أعضاء التدريس ومساعديهم ومنتسب الجامعة من موظفين لا يستلمون مرتباتهم منذ فترة أشهر، وطبعا تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية، لم يوقفوا الدراسة والعمل وإنما استمروا في أداء عملهم، إنما وصلوا إلى حالة من العرض، نقابة أنها تدعو إلى لقاءات تشاورية،
طبعا كان سلوك النقابة خلال الفترة الماضية خلال الأسبوع تقريبا سلوك احتجاجي حضاري جدا، عبارة عن لقاءات تشاورية استطلاعية استمر يعني كانت 3 أيام في الأسبوع الماضي، واليوم كان اللقاء التشاوري الرابع. ينضم إلينا من صنعاء مرة أخرى الدكتور علي مهيوب العسلي المسؤول الأكاديمي في هيئة أعضاء التدريس. أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا بكم. دكتور علي، كيف تفسر ما حدث اليوم من شدة في التعامل مع هذه الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس وإلى ما وصلت إليه الأمور من اعتداء بالسلاح الأبيض؟ يعني تمر البلد بظروف عصيبة جدا وحد قوت المعاش، هذا السلاح الذي يستخدم الآن سلاح مدمر قد يفضي إلى مجاعات أو المجاعة في طريقها ربما في 8 محافظات، وبالتالي صبرت نقابة أعضاء التدريس 2 شهر ونحن في 3 شهر وبدأنا فعاليتنا منذ فترة بالتوعية والنزول إلى بغرض المشورة وأخذ الرأي حتى نتخذ القرار المناسب الذي يتلائم مع هذا الحدث. وكيف نحصل على راتب؟ الغرض ليس الإضراب، إنما كيف نحصل على راتبنا. إن كان هناك حلول فلا مانع لدينا منها، وإن كان لا فعل السلطات المعنية أن تدفع رواتب الناس دون قيد أو شرط. من يريد أن يحكم عليه أن يدفع رواتب الموظفين، هذا هو مقياس الولاء. ما حصل اليوم يا سيدي هو امتداد لتهديد مسبق من قبل ما يسمى برئيس ملتقى الأكاديمي المحسوب على أنصار الله أنه سيخرج يوم السبت وسيتحدث وسيعرفنا. ما نحن لم نأخذ المسألة بشكل جدي، وأخذنا أن المسألة للمزادة الإعلامية، وعندما تفاجأنا اليوم بطلاب وموظفين ومن خارج الجامعة ومتظلمين على رئاسة الجامعة يستخدمهم ضد النقابة، فدخلوا القاعة واقتحموها ثم بدأوا يشوشوا على رئاسة النقابة اللي كان الرئيس النقيب يتحدث إلى أعضاء التدريس عن ما وصل إليه وما يجب الأخذ من موقف. لكن سرعان ما يعني اشتاط أحدهم وهو مجرب تدريب عالي فقفز إلى المنصة ورمى في الماسة ثم خرج خنجره ليريد طعن الدكتور محمد الله. طيب تحدثت عن أنكم في الوقفات السابقة ربما طرحتم الكثير من الحلول، وكانت هذه اللقاءات التشاورية بهدف المشاورة أيضا وتقديم حلول لتجاوز إشكالية الراتب. ما هي هذه الحلول التي طرحتموها في الجامعة، وهل هم قادرين على دفع رواتبكم؟ للأساس أنه بدأنا كقسمنا الجامعة إلى 5 مجموعات. بدأت المجموعة الأولى في كلية الزراعة والهندسة والإعلام باجتماعها الأول في يوم السبت، عسكروا الكلية حوالي 6 أو 7 أطقم جاءت إلى الكلية بغرض الابتزاز وأخذ الشعارات الاحتجاجية من أعضاء التدريس. تفاهم معهم مسؤول اللجنة النقابية في كلية الزراعة واستطاع أن يقنعهم. بعد أن حجزنا القاعة تذرع رئيس الجامعة أن لديه فعالية فحجز القاعة ولم يستعملها، قلنا له يا أخي لم تستعمل القاعة فدعها لأعضاء التدريس لأنها مرتبة ولديها الميكروفونات، فرفض. وعندما دخلنا القاعة اقتحم القاعة ويريد يطلع المنصة ويتحدث يعني كأنه الناس تحتل إليه، هذا هو اللي حصل. فجأة حضر الأخ محمد ناصر البخيتي عضو المكتب السياسي، لم ندري لأي أسباب لكنه حضر، فكان هدأ الموضوع واستمرت من حينها 3 لقاءات التالية بهدوء تام إلى هذا اليوم. وكونه تأخر فلم يستطع إلا أن يعني كان يتماسك أعضاء أنصاره وأعضاءه فلم يستطع ما يفعلوا شيء، لكنه اليوم بعد أن تأخر فوجئنا بهذا الفعل. وكان هناك احتجاجات طلابية يعني بكامل يعني مع سبق الإصرار والترصد أفضت إلى هذا الشيء. فأني استطاعتهم إذا الاحتجاجات الطلابية كانت هي أيضا داعمة لكم أم ضد مطالبكم؟ من؟ الاحتجاجات الطلابية
الاحتجاج الطلابي لها مطالب يعني انه ناس مظلومين، ناس معهم دراسه ومش يعني ما كلها، بس رتبت على هذا الحال من قبلهم. طيب ينضم الينا ايضا الدكتور دكتور علي، استاذنك باشراك الدكتور معن دماج من تونس الاكاديمي في جامعه صنعاء. ايضا الدكتور معن، استمعت الى حديث وتوصيف الدكتور علي العسلي لما حدث اليوم في جامعه صنعاء، كيف تقرا طبيعه التعامل من قبل الميليشيا مع ما حدث والى ما يشير برايك؟ مساء الخير لك وللاستاذ علي. يعني في الواقع المساله تتجاوز جامعه صنعاء، لدينا نظام قمعي انقلابي استولى على السلطة بالعنف، وبالتالي فهو لا يسمح ولا يستطيع أن يسمح بأي مسافة وأي مساحة للعمل السياسي وللعمل النقابي، لأنه يعرف خطورة امتداد الاحتجاجات بالذات إلى جامعة صنعاء، جامعة صنعاء التي هي أكبر الجامعات الحكومية والتي تدرس عشرات الآلاف من الطلاب، والتي كانت في بؤرة الحدث الثوري مؤسسية يعني الجذوة الأولى للثورة، ربما هم طلاب جامعة صنعاء. وبالتالي لا أعتقد أن الميليشيات وأن القوى الأمر الواقع في صنعاء يمكن أن تسمح بتوسع أي حركة احتجاجية حتى وإن كانت تدور حول مسألة تبدو بديهية ومطلبية بسيطة مثل الراتب. أشرت إلى موضوع خطورة امتداد بالأنظمة الاستبدادية. دكتور معنى، أشرت إلى نقطة خطورة امتداد هذه الاحتجاجات والتصعيد من قبل الدكاترة، إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الاحتجاجات وما الخطورة التي يمكن أن تشكلها على الميليشيا؟ هو الخطورة هي في مبدأ الاحتجاج نفسه، بالنسبة لأساتذة الجامعة يعني نطاق حركتهم هو نطاق محدود، وهي طبعا فئة اجتماعية وإن كانت تتمتع بقدر عالي من التأهيل الأكاديمي لكنها ليست فئة ثورية، ولا أحد يستطيع أن يتصور أنها ستنخرط في حراك ثوري إلا بالنسبة لبعض الشخصيات بشكل محدود. الخطر هو في الوسط الطلابي في الواقع. الجديد هو أنه الفرق بين النظام الموجود في صنعاء بين حكومة الأمر الواقع وبين الأنظمة الاستبدادية هو طبيعته الأهلية والطائفية والسلالية التي تجعله يقود إلى فرز في مختلف المستويات، فرز داخل البلد وفرز داخل الفئات المختلفة وفرز داخل الجامعة، وبالتالي فهو يعمد ليس فقط لاستخدام أجهزة القمع التقليدية، هو يعمد إلى فرز الأساتذة على أساس متخلف، على أساس الخلفيات الجهوية والأهلية والطائفية، وبالتالي يعمد إلى استخدام أساتذة في الواقع للقمع، لا يعمد فقط لاستخدام البلاطجة أو أجهزة الأمن أو المخبرين كالأنظمة التقليدية، يميل إلى تكوين أذرعة طلابية لاستخدام الطلاب مناصرين له ضد زملائهم أو ضد أساتذتهم، وهذا ما حصل. يذهب إلى استخدام أساتذة ينتمون له على نفس الخلفيات المتخلفة لاستخدامهم ضد زملائهم وضد أساتذتهم، وهذا ملمح خطير في الواقع في هذا النوع من الأنظمة. هذا الملمح دكتور معن استاذنك فقط، ولكنه هذا الملمح الذي اشرت اليه كانعكاس ربما حاصل الان في الواقع يقودنا الى سؤال اطرحه على الدكتور علي العسلي. الدكتور علي، هل هناك اجماع من كل اعضاء هيئه التدريس من كل اساتذه الجامعه على هذه المطالب وهذه الوقفات الاحتجاجيه، ام هناك تباين في المواقف ربما كنتيجه لما يحصل في انا احب ان اؤكد ان حضور الأخ محمد البخيتي ربما خفف كثيرا من التوترات التي كانت حاصلة في الأسبوع الماضي، بدليل أن اليوم التالي حتى حارسه الشخصي لم يدخل في مسدسه إلى القاعة، فاحترموا القاعة ومشت بهدوء وكأننا في سويسرا إلى هذا اليوم. هذا اليوم أنا أعتقد برضو له مسببات أرى أن أطرحها على عبر قناتكم الكريمة، ربما قد تكون هي من استفزتهم لهذا الهيجان الذي حصل. هو في الواقع انه اول امس التأمت 9 نقابات لجامعات اخرى في جامعتنا واعلن انتظامها وانهم ببدء الفعاليات الاحتجاجيه الموحده. هذا ربما ازعجهم كثيرا، فكانت هذه الردود الهيجانيه التي صادف او ربما متعمد، ربما ايضا يسيء الى رئيس حركتهم رئيس المكتب السياسي صالح الصماد. في الواقع كان قبل هذا الحدث في زياره مفاجئه لجامعه صنعاء،
التقى بعدد من العمداء ورئيس الجامعة، على إثرها حصل هذا المشادة، وهذه تعطي انعكاس سلبي على الأخ، يعني كأن أنصار الله مع هذا التوجه، وهذا أنا طبعا استبعده، لكنه صدفة أو في ناس داخل الحركة تريد أن تسيء لبعضهم. طيب أشرتم في بيان النقابة أيوة أضيف إلى ما تفضلت به بسؤالك، للأمانة كان الناس محسوبين على الحوثيين وأعلنوا أنهم مع الحوثيين، لكنهم من أول يوم يرفضون التجويع، وهناك أناس مترفون ومتخمون، وأن المبالغ موجودة ومخزنة في بيوت وبدرومات، هكذا واحد قال حوثي منهم، أنا حوثي واستقبلت الحركة في صنعاء ولكن لن أجوع إلا عندما يجوع السيد وأولاده، وعندما يجوع علي عبد الله صالح وأولاده، وعندما وبالتالي يعني في الحركة يعني في الاحتجاجات والمطالب موحدة لدى أغلبية أعضاء التدريس بما فيهم المنتسبين لأنصار الله. طيب تحدثتم في بيان صادر عن النقابة عن خطوات تصعيدية أخرى، وهنا سؤالي عن هذه الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تلجأ إليها، وأيضا وسائل الضغط التي من خلالها يمكنكم التحقيق الاستجابة لمطالبكم، ما هي هذه الخطوات وهل هي قادرة على الدفع نحو الاستجابة لمطالبكم وتسليم الرواتب؟ نحن مستمرون وصامدون حتى نتحقق في المطالب، لأن مطالب حياتية أصلا، هي ليست مطالب سياسية، يجب أن يعرف الجميع عندما يصل إلى قوت الإنسان الراتب وعائلته فليس هناك سياسة، الجميع متحدون في مسألة الراتب وبالتالي لا سياسة، نحن لن نضرب، نحن نقول نريد احتجاجات مشان نطالب مشان نحصل على راتبنا كاملا غير منقوص. هذا ما تقوله أن دكتور علي، أن تقول أنها مطالب حياتية، لكن ربما هي توصف من قبل البعض منهم بأنها تندرج أنكم بتم اليوم في خانة العملاء والخونة للوطن. نحن قلنا إذا كان يعملون بالمكتوب أنهم غير قادرين وعاجزين، ونحن سنذهب حتى لعدم الاعتصام هناك لمطالب رواتبنا، لكن يعترفوا ويقروا أنهم غير قادرين، هذه قضية معاشية، من يحكمك يجب عليه أن يدفع راتبك. طيب الخطوات التصعيدية دكتور علي، الخطوات التصعيدية التي تعتزمون اللجوء إليها، هل أنتم قادرون على إنفاذها في ظل حالة القمع الموجودة حاليا؟ نعم، نحن نقول أن عضو هيئة التدريس والطالب أيضا، ليس عضو هيئة التدريس فقط، والطالب غير قادر على الوصول إلى الجامعة للدراسة، وبالتالي تلقائيا سيمتنع الناس عن الوصول بسبب عدم الإمكانيات التي تجعلهم يأتون إلى الجامعة ليدرسون، وبالتالي هي تلقائيا حاصلة، هم نفسهم كأنهم يثبتون الآن إضراب جزئي، تدري أنهم ينزلوا منشور وتعميم فيه مناوبة للموظفين داخل الجامعة، بمعنى أن الموظف جاء مسبوع فقط، وبالتالي فيه مناوبات، بمعنى هم اللي يعملوا الإضراب الجزئي إلى يعني رئاسة الجامعة وليس النقابات، يعني إذن الوضع هم مستمر بهذا الاتجاه. تريد أن تقول أنهم يريدون الدفع بالتأثير على العملية التعليمية ووقفها تدريجيا أو ماذا؟ لا شك في ذلك، من يوقف ميزانية التشغيل ومكافأة العاملين وأجور المتعاقدين وأجور الأبحاث، حتى صار الآن اللي يريد يترقى يدفع من جيبه، اللي يريد يناقش يدفع من جيبه، هذه تضر بالعملية التعليمية برمتها. نعم. طيب دكتور علي، أذهب إلى الدكتور معن دماج من تونس، عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء. دكتور معن، إذن حديث عن خطوات تصعيدية يمكن أن تلجأ لها نقابة هيئة التدريس، إمكانية نجاح هذه الخطوات التصعيدية ووسائل الضغط في تحقيق الاستجابة للمطالب في ظل حالة القمع التي تمارسها الميليشيا داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ هو بالتأكيد النقابة والأساتذة لديهم الكثير من الإمكانية ومن القدرة على إنجاز خطوات ضاغطة باتجاه الراتب. الإشكال هو أنه الصعوبات إضافة طبعا إلى تسخير أغلب المال العام للمجهود الحربي، الصعوبات الاقتصادية والصعوبات المالية هي صعوبات موضوعية، هناك طبعا فساد في المؤسسات، وهناك فساد له علاقة باقتصاد الحرب، من أثرى وكونوا ثروات في أوقات قياسية، هناك تحويل لجزء كبير من عائدات الجامعة أو
من الفلوس التي تدخل للجامعه لحسابات في البريد ولحسابات للمجهود الحربي، وهناك استغلال من افراد لهذه الاموال. لكن الصعوبات الماليه والاقتصاديه هي صعوبات موضوعيه، ولا اعتقد ان هنالك اي امكانيه بالنسبه للحوثيين وعلي عبد الله صالح والقوى الامر الواقعه في صنعاء على حل هذه المساله، لا في الجامعه ولا في غير الجامعه. هناك خطوات يعني جزئيه وهناك حلول تسكينيه، ولكنها لا تستطيع ابدا ان تحل هذه المساله. هي معزوله الان وهي محرومه من الكثير من الادوات الماليه والنقديه والقدره على طباعه العمله، وهي لا تحظى في الواقع باي دعم جدي من المجتمع الدولي. لكن دكتور معن، ما زالت هناك الكثير من المنافذ والنوافذ الايراديه التي من خلالها هناك ايراد يصل الى الميليشيا، هناك ما زالت اماكن كثيره ياتي منها دخل، لكن قيل ان هذه الموارد لا تصل للبنك المركزي، ربما تذهب الى حساب اشخاص في البنوك التجاريه، الا تعتبر هذه مصادر يمكن من خلالها الانفاق؟ هذا حاصل، لكن هناك في الواقع استخدام سياسي لهذه المعلومات. الحكومة اليمنية والاقتصاد اليمني والموازنة العامة للدولة كانت تعتمد فيما يقرب 70% من عائدات البترول الذي توقف تصديره، وما عاد منه هو يذهب إلى الحكومة الشرعية في عدن. هذه حقيقة موضوعية. التضخم والحرب ونفقات الحرب والمجهود الحربي تأكل ميزانية اليمن عدة مرات. طيب دكتور معن، الدكتور علي العسلي أشار، لكن لا نستطيع أن نتجاوز الحقائق. طيب دكتور معن، الدكتور علي العسلي أشار إلى نقطة مهمة، أن الدكاترة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وفي مختلف الجامعات هم خرجوا في هذه الوقفات لأنها تأتي ضمن مطالب حياتية لا علاقة لهم بالسياسة أو أي توجه أو ضغط سياسي. في المقابل هناك اتهامات من قبل الميليشيا وترويج في وسائل إعلام عديدة هي مقربة منهم، والمحاولة الدفع بهذه الاحتجاجات إلى أنها تأتي ضمن الصراع السياسي الحاصل. كيف تنظر إلى هذا التوظيف السياسي وإدراج هذه الوقفات والعديد من الاحتجاجات في خانة أنها تأتي ضمن العمالة والخيانة وما إلى ذلك من تهم تساق ليل نهار على كل من هو مخالف ومعارض لسياستهم الحالية؟ والله طبعا أنا سمعت الدكتور علي العسلي، هو طبعا المطالب حياتية ومطالب مشروعة وقانونية، وهي الحد الأدنى، لأنه هذه الرواتب كانت دائما لا تفي بحاجة الموظفين، وهناك دائما كانت مطالبة لرفعها. الآن الناس لم يعودوا يستطيعون حتى أن يحصلوا عليها في ظل غلاء فاحش وتضخم مريع. لكن هي بالأخير حتى المطالبة وحتى العمل النقابي وحتى المواطنة هي حقوق سياسية وهو نضال سياسي. لو لم يكن هذا التحالف الرجعي الحوثي الصالحي لا يقبل ولا يقر للناس بحقوق ويتعامل معهم كرعية، ولو كان يعترف بحقوق المواطنة لما كانت الخلاف معه بهذه الطريقة. طبعا الاتهام الحاصل والجائز أن هؤلاء دائما هذا وراها حزب الإصلاح، وأن هذه أعمال مدفوعة من الخارج ومن المرتزقة، هذا هي الخطاب الوحيد الذي يستخدمه الحوثيين لشيطنة المجتمع ولتبرير القمع. لا تستطيع أن تبرر أنك تقتل الناس أو تقمعهم أو تقهرهم أو تعتدي عليهم لأنهم يطالبون بحقوقهم. لابد من تهمة جاهزة، والتهمة هذه هي سياسية. هؤلاء دواعش، هؤلاء وراهم حزب الإصلاح، هؤلاء مرتزقة. لكن الإشكال أنه من يقاوم هذا العسف الحوثي الصالحي لم يستطيعوا، وأنا أعرف الصعوبات الموضوعية، أن يطوروا خطابهم ووعيهم بطبيعة المشكلة. البقاء بالقول أننا نطالب بحقوق مشروعة وبرواتبنا لن يأتي بهذه الحقوق ولا بهذه الرواتب. طيب شكرا لك دكتور معن. القدرة على بلورة خطاب سياسي يقدر أنه يعبي فئات اجتماعية واسعة. في الواقع للأسف الشديد أنا نشطت سنوات طويلة في نقابة أعضاء التدريس في الجامعة منذ كنت معيدا من البداية. النقابة كانت دائما عندها مشكلة في القدرة على الحديث مع المجتمع، وكانت السلطة دائما سلطة علي عبد الله صالح والأمن تستطيع أن تحرض الطلبة وتحرض المجتمع أن هؤلاء الأساتذة يستلمون رواتب ضخمة جدا وما زالوا يطالبون بالمزيد. نفس المسألة الآن، لا تستطيع النقابة إلى اليوم أن تضع المشكلة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضمن المشكلة العامة، ضمن الرواتب العامة لكل الموظفين، مضطر لمقاطعة الدكتور معن. والوطني والتاريخي
شكرا لك على كل هذه القراءة، أعتذر لم يعد لدي سوى دقيقة ونصف، ربما أختم بها مع الدكتور علي مهيوب العسلي من صنعاء. دكتور علي، إذن خطوات تصعيدية والمزيد من الضغط باتجاه تحقيق مطالبكم، هل سلطة الأمر الواقع في صنعاء قادرة على الاستجابة لمطالبكم توفير الرواتب؟ هل لديهم مداخل وربما يمكن من خلالها الالتزام ودفع الرواتب؟ ما هي أنتم الحلول التي طرحتموها خلال النقاشات العديدة التي كنتم مشاركين فيها داخل الجامعة؟ نعم، نحن تقريبا من الصباح حتى اللحظة، طبعا مشان نسجل أيضا من خلال قناتكم، أنه كان في اعتداء علينا ونحن في السيارة، لولا محمد البخيتي ممكن كانوا دمروا السيارة فجمعوا حولها بصعوبة فائقة، خرجنا من بينهم ووصلنا إلى النقابة نحن وإياه، استمرينا حتى ساعة متأخرة الليلة قبل أن تتصلوا، ولم نلتقي كهيئة إدارية مشان اتخاذ قرارات، كان مفترض أن نعلن الإضافة. نعود لموضوع السؤال في نص دقيقة دكتور علي، هل هم قادرين على الإيفاء وتسليم الرواتب؟ نحن طرحنا لهم، أخينا واحد في الاقتصاد طرح لهم حلا يتناسب مع الوضع القائم، ألا وهو الدكتور مشعل الريفي، قال لهم بالحرف الواحد بالأرقام 15 مليار ممكن توفيرها من القوى المزدوجه او الازدواج الوظيفي في المدني، خلي العسكري ما دام انتم في صراع، تمام؟ و25 مليار ب 5000 كما هي تباع الان لصالح متنفذين والى اخره، هذه تطلع في حدود الصوت سيطرتهم، لا يحتاجون الى رواتب غير 30 مليار، وبالتالي سيظل حوالي 10 مليار فائض لديهم، يعني انه قادرين على الدفع اذا استحصلوها بشكل مستمر دون اي مشكله. اشكرك جزيلا دكتور علي مهيوب العسلي المسؤول الاكاديمي في نقابه هيئه التدريس بجامعه صنعاء، وايضا الشكر موصول للدكتور هشام ناجي الذي كان معنا في بدايه الحلقه، وايضا دكتور معن دمج. انتهت هذه الحلقه من زوايا الحدث، تحيه طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقه ماهر ابو المجد، كونوا بخير.